تم المصادقة على المدونة الجزائرية للمهن، تم المصادقة عليها مؤخرا في لقاء الحكومة. هذه المدونة اللي راح يعني فيها إحصاء جميع المهن بمقاربة يعني المهنة مش بمقاربة الشهادة، وفيها شروط وفيها الفيش دو بوست وفيها كذا. هذه راح تكون مؤشر مليح لينا احنا في الرقابه، وحتى باش الشروط التعجيزيه للدخول للمناصب راح تكون تقريب شروط موحده، يعني فيها منصب المنصب ها واش يحتاج شروط باش تروح هذيك الشروط التعجيزيه لي مثلا في مهنه معينه يطلب لها شروط كبيره المناولين باش ما يقدروش يكون الالتحاق. صادقنا على هذه المدونه اللي راح تكون مرجعيه لاحداث يعني مقياس في الولوج لعالم الشغل، يكون مقياس واحد ويساعدنا احنا في الرقابه باش تكون عندنا اداه رقابيه يعني واضحه اللي راح تحد من سهل عمليه الدخول لمناصب العمل وتحد من التجاوزات اللي يحطوها خاصه في جانب الشروط.